خلينا كمان نطير بسرعة للناقد الرياضي الأستاذ أحمد نادر، ناقد الرياضي بموقع بطولات، كان موجود في التدريب النهاردة. أطمن حضراتكم على الفريق ومن المصابين وكل حاجة من خلال زميلي الناقد الرياضي أحمد نادر. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. مرحبا، أهلا بيك يا كابتن شادي بكل السادة المشاهدين. أستاذ أحمد، جماهير الأهلي دايما بتحب تطمن على فرقتها، الكابتن حسام قال لعبته النهاردة، اللعيبة، الإصابات، الروح المعنوية، التدريب كان ماشي ازاي، كل ده عايزين نعرفه من حضرتك، اتفضل. بالفعل النهارده كابتن شادي النادي الاهلي استأنف تدريباته استعدادا للقاء الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. كان الكابتن حسام طبعا بعد الماتش الكبير اللي النادي الاهلي عمله قدام من النجم الساحلي اعطى لاعبي الفريق راحه من مرن امبارح. النهارده الاهلي استأنف تدريباته في بعض التدريبات الاستشفائيه للاعب الفريق الاول، خاصه التدريبات الاستشفائيه كده تجنبا لتعرضهم للارهاق. النهارده تمرين النهارده شهد عوده اكرم توفيق بعد غيابه الفتره اللي فاتت عن مران الاهلي، كان واخد كدمه في الظهر. النهارده برضو التمرين شهد غياب حسام عاشور وصالح جمعه. صالح بيعاني طبعا من التهاب في العضله الخلفيه، كان بيأدي بعض التدريبات التاهيليه في الجيم. كابتن حسام عاشور برضو كان بيأدي البرنامج التاهيلي بتاعه، وربنا يسهل ان شاء الله الفريق باذن الله بيستعد بشكل قوي. النهارده ظهر النهارده الكابتن حسام البدري عمل تقسيمه قويه للاعبين، ظهر فيها نديه وظهر فيها اداء وحماس كبير جدا من اللعيبه، رغم ان ما شاركش فيها اللعيبه الاساسيين، لكن اللعيبه باقي اللاعبين كانوا ظهروا بشكل جيد جدا، وخاصه كمان كابتن احمد حمودي ظهر النهارده بشكل جيد وعمل اكثر من جمله كويسه جدا ولقطه كويسه نال عليها اشاره الجهاز الفني والكابتن حسام البدري بشكل اخص كمان. الاصابات صالح طمنا عليه، حسام انا عارف اللي اتاكد غيابه، صالح اخباره كان في اشاعه النهارده. هو صالح لسه كابتن الدكتور خالد محمود النهارده كان قال ان هو بكره ان شاء الله هيعمل اشعه ويحددوا مده غيابه وهل هيلحق بالمباراه ولا لا، بس هو كابتن للاسف بنسبه كبيره جدا ممكن ما يلحقش. لكن عايز اطمن برضو جمهور النادي الاهلي كابتن عبد الله السعيد النهارده شارك بشكل جيد جدا، ويقدر ان شاء الله لو لا قدر الله بنسبه كبيره تاكد غياب صالح جمعه يبقى عبد الله السعيد موجود ويكون يشارك في المباراه ان شاء الله، ويقدر يساند اللعيبه وباقي اللعيبه والجهاز الفني ان شاء الله، ونقدر نعدي مباراه الوداد ونقدر نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اشكر حضرتك استاذ احمد على المجهود، دايما انت واحد من الشخصيات المحترمه، وبشكرك على كل المعلومات اللي انت قلتها، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد نادر من موقع بطولات.